مشاهدينا الكرام، في فقرة صحة اليوم سنتحدث عن السلوك الصحي وأنواعه، ومعنا اليوم لنقاش هذا الموضوع الدكتور عينينا والجد. دكتور مرحبا بك. مرحبا وسهلا. بالنسبة للسلوك الصحي، نختار ونعرف شنو هو السلوك الصحي وأنواعه، طبعا من بينها طبعا زيارة المستشفيات والوقاية أيضا. السلوك الصحي، والله السلوك اللي يلا يتبعوه المواطنين، معناها يعاونوا في صحتهم ويخفف من الامراض اللي يعانوا منها، داخل في اطار التوعيه الصحيه، والله التثقيف الصحي، معناها الثقافه الصحيه للمجتمع، يعود فهم مسلكيات تعود صحيه، وفهم مسلكيات خاطئه طبعا، خاطئه تعود الناس طابع عليها، غير خاطئه صحيا، ما هي صالحه. اولا لين بتقوم بذيك المسلكيات الخاطئه، ياكن نعود طبعا على بال منها كاملين وقابلين منها حذرنا. هو جزء يعتبر سلوك صحي، جزء تو من التوعيه الصحيه، انين تعود الناس واعيه صحيا، يعود فهم سلوك هو الصحي، دائما تبعته في كل شيء، متبعته في ديارها، معناها في عيشتها اليوميه، في وكيلها، في نظافتها، ذاك سلوك. ثم صار سلوك ثاني تعدله في شور الطب، في حالتها هم اللي جات للطب، والله في حالتها جات المستوصى، ثم سلوك صحي يلا تعدله. منه مثلا، معناها نعطيك امثله، حد قايس الطب، ما يلا يجيب معاه يشير، عود يعيش يشير ما متعالج، معناها يتعالج قايس كبير، ما يلا يجيب معاه يشير رافده، ما هو جايبه للطبيب. يعني في الزياره مثلا، في الزيارة مثلاً. حد جاي له يزور اللي مريض، ما هو جايب له يشير معاه للطب. هذه سلوك عندنا احنا ياسر، وسلوك خاطئ، ما هو سلوك صحي. فيه ايضا مسلكيات، معناها الناس الله يرحمها شايع عندها عن الرياضه، عنها مفيد له للسكر، وله للضغط، وله للقلب، وعدد من الامراض معلومه في من الرياضه. يا قال اكثريه الناس ما يفهم عن الرياضه حدها الا حدها سلوك داخل انتظام الدواء، ومعرفه حتى اعراض المرض وقته، معناها ما هو متوازن، هذا داخل في السلوك الصحي، اهم هو من الرياضه. عن انه يعود رجاج يعرف انه يقبل دواء تانسيون، يقول لك انا في تانسيون الدواء ماني معمله، خايفه تقرا فيه، قال لي انا عدل الرياضه، دور حافظ تبرع عني التانسيون، ياك قبل التانسيون بالرياضه، هذا سلوك خاطئ. الرياضه زينه هي وسلوك صحي. على ذكر تانسيون دكتور، دائما نسمعوا الاطباء كيف لامراض القلب، دائما يقولوا عن مرضاهم فيهم البعض منهم ما يلتزم بدواء، كيف مثلا يعمل دواء، عنده دواء مثلا ست اشهر، ياسر يعمل على ست اشهر، هي خاطئه، ست اشهر يعمله هو لا شهرين، لين يحس انه تعافى، يحس انه يقضوا عنه الاعراض اللي كان يعاني منها، يقطعوا. هذا سلوك خاطئ. سلوك الصحي عندنا رقاج يعود بالنسبه للرقاج صحيح، يعود يعرف سلوكه الصحي، معناها يعود يعرف شنو هي الروايات اللي عدلها، يسلك من ياسر من الامراض. والله من اللي نعود رقاج اصلا مريض، شنو هي الروايات اللي عدلها، اياك مرضه هذا ما يتطور، والله اياك يتعايش معه بحيث انه يعود ما هو مأثر فيه، هذا هو السلوك الصحي اساسا. هو اللي الله يعود كل رقاج تقريبا يعرف. بالنسبه لمرض تانسيون اللي قلت انت ياسر وموريتان، واكثريه الخلق يتعرض للجلطات، والله يتعرض لمخالفاته لا اساسا من الطريقه اللي يعمل بها دواء، يعني لا يا اما الدواء يقطعه، يا اما ما هو قاع مقتنع اصلا عنه فيه تانسيون، ويلود للروايات اللي تخفف عليه، كي يسمع عن الرياضه معلومه فيها التانسيون، هذه يمشي يجري يمشي ثم عدل الله الرياض وهامه يقضي بها على سلوك على التانسيون. وحدين يسمعون الملح ما هو معلوم في تانسيون، يقبل ما يتميه كل الطعام من غير ملح، غير ملح، يا غير ما اقبل الدواء. وحدين يقبل الدواء يقول لا انا اقبل الدواء، غير ماني معدل الرياضه. مثلا يلا رقاج يعود رقاج صحيح، يعود يعرف شنو السلوك اللي يلا لا تتبعه، ما يتعرض لياسر من الامراض. بالنسبه لنا احنا هون عندنا الامراض اساسا اللي منتشره بعد ما خيوه من التعديه شنو البكتيري والروايات المتعلقه بالنظافه، هذا نعود رقاش سلوكه الصحي هو داخل واعي، يعرف شنو هي الامراض اللي تنتقل عن طريق الاوساخ، والله عن طريق اليدين وعن طريقها، يعود بعد قاعد تلقائيا ثقيل اليدين هذا داخل يعني براسه. هو اسهل واسرع طريقه للتفادي الامراض. احنا ورق عندنا يلصق له يديهم سابق يوكل، اكثريه الخلق يلصق يده سابق يوكل، فم واحدين يلصق له بالصابون، هذا ما هو، هو يلا يلصق لها عند الحالات اللي ظاهر له هو عنه ايده تعرضت لروايه، يسوى قاع ما هو اكل. رجاج دخل الحمام خاوم، يصقر يدي يسوى ما هو اكل، يلا يصقر يدي بالصابون، يسوى ما هو قايس لوكي. هذا سلوك صح. واحدين تجبرهم عندهم التركه فيهم البارازيت هذا، ياسرين عندنا احنا الديدان يقولون المعاويد. ديدان اسكارس. يعالجوا التركه.
يتم ولا يجوا للطب ويقول لك ان دورك تكتب لي دواء حنوج تجوف تريكا في حنوج تجوف، ويجيك المره الثانيه والثالثه، هو ساهي عن حنوج تجوف ينتقلوا عن طريق الايدين اساسا من الحمام والطعام لوكيد. يلا لين يعالجهم، يعالج الدار كامله، معناها الوالد والوالده كيف ترك الين يعني السكان قال لك انا ماني عمل دواء هذا دواء الشاي اشتري ماني انا معمل هو يداوي تركه ولا يداوي راسه. هذا اكثر الحالات اللي يجوك بيتهم، بالتالي عود فيهم لانه هو لا يعديهم مباشره، هو ما حد يعني هو ياكل من الحامض بيدي. عندنا ياس معناها مسلكيات انبته، وعندك ابسط الامراض اللي ياسر هون عندنا يعني يقولون لها الحساسيه، هي ما هي حساسيه، هي كرط ياسر في نواف شوط ياسر في البادي يقطن واحدين رابطينه بلوسخ، هو ما رابط بلوسخ، هو بكتيريا في التراب، هو فطريات معناها بارازيت وتعود في الجلد، انين تعود في رقاه كبير والله رقاه صغير ما ينقال حساسيه تفاصل، انين تجي للطبيب لا يعرف انك رط، انين يداويها هي، يلا مجرد يقول له عنه فيه يلا تداوي اهل الدار كاملين، لمنهم ظاهر فيه ولمنهم ما هو ظاهر فيه يلا يداوي يترتل الفراش. معناها علاجه ما هو الا دواء اللي في جلدك انت، يعني المريض وحده ما يعني هو يعني بالمحيط اللي احنا بالمحيط اللي ساكن فيه به اللي واعر اللي يعود في رقاج واحد من الاسره معناها والدتهم مثلا ما هو في والدهم والله ما هو في حد مثلا مثلا دكتور ايضا موجوده خلق روايه مثلا انا عملت دواءك على سبيل المثال ونفعني جي انت عندك نفس الحاله مثلا نقول لك راح لك الدواء معلوم هذا نفس وهذا نعطيه لك نعطيه لك مباشره ولا يتعاملوا انت سلوك بالنسبه للناس اللي تعود عندها ثقافه صحيه عن الدواء كاع ما كل رقاج ودواء به اللي الدواء انت تجيني تجي الطبيب توجعك رقبتك يعطيك لاموكسيسيلين ناس كامله تعرف يجيه واحد ثاني توجع رقبته يعطيه لوجمانتان اما ما يعطيه لاموكسيسيلين ما هو كل مرض والله كل رقاش عنده دواء نفس الدواء الطبيب هو اللي فاصل حسب حاله حسب انك انت لا يعطيك لاموكسيسيلين وهذا يعطيه مضاد حيوي اخر وهذا يعطيه مضاد حيوي اخر وهو عود نفس المرض معناه هم كاملين جايين نفس المرض يعطيهم هالتدويه والله ربعه كل واحد يعطيه دواء خاص به على حسب ذاك اللي اظهر للطبيب من الاعراض ومن روايات المصاحبه للمرض وسن رقاج وطريقه حياته حتى ومسببات له المرض شنو اختار له هو العلاج المناسب له ما هنو تعود في الدار دواء الرقبه عندي انا راعي طاير الطبيب المره الماضيه راعي عندكم اللي طاحت في الرقبه ينعطى له ذاك نفس الدواء هذا خطأ ما يلا حتى ان بعض في المضادات الحيويه مضادات الحيويه ما يلا تعمل تكون وصفه نعطيها طبيب ما يلا حتى حد يجربها في راسه مين اللي الى زاد له شيء تعقب الضربه تعقب يعمل الروايه وتطول في الالتهاب والله الانفكسيون به اللي تعود ما تكتسب جرثومه مناعه ضدها لانها ما ينفكس عليها يلا ما يتم حد مضادات الحيويه ما يمر روايه تعمل ما اعطيها الطبيب هناك بعض ثم الادويه اللي تنعطى على الاعراض معناها حد قابط الناس يقول لي الصيدلي يا غير الصيدليه اللي تعود الصيدليه يعرف انها فيها صيدلاني والله فيها حد قريب من الصيدلاني انت تعرف من الصيدليه كي البوتيك عندنا احنا ما يلا تجرب براسك تلقى الصيدليه كنت تعود انت عندك ثقافه صحيه تعرف عن النازله يقبال الدواء الفلاني تجي وتقول له اعطيني الدواء الفلاني معناها ناقص انت علي تعود تعرف ان الصيدليه اكثريه الصيدليات والله الدبو فارماسي اللي عندنا احنا هون فيهم رقاش كيفتك ما والله شبه انت منه ثقافه ثقافه بعد تعود مثقف هو يعود ما هو مثقف تقول له اعطيني انا قابوني كات اوصف له حالتك انك واقف قدام طبيب وانت واقف قدام رجال شخص عادي يعني كيفتك لا يبيع روايه والله ثقه يعني هذه كارثه سلوك خاطئ عندنا احنا يلا تعود الناس كامله خارقه الامراض البسيطه يقولوا لهم ثقافه مجتمعيه عند الناس كامله تعرف ان دواء الفلاني دواء عرضي حتى الاطباء يتموا يثقفوا الناس فيها حتى يجي طبيب يقول هل يقول له نعود الله من وزن الله معاه قبل الفلاني نعود الله يوجعك راسك ولا عندك هم عرض اخر ولا انك من التنصيم ولا انك من معناها شاب صغير صحته عاديه وجعه راسه بده يعود راسه تايد طبيعي لين يجي الطبيب والله يجي صيدليه يقبل الدواء انت مضاد الم مهدئ يقولوا لهم مهدئ مسكن الام مسكن الام بس يعملوا بالنسبه ثقافه صحيه عندنا دكتور بالنسبه لبعض حتى للناس اللي اشترت الدواء وكاتب الطبيب لها ولا يعني عن طريق وصفه للمحافظه على هذه الادويه كي بعض الدواء يديروه في الوتى يتعرض لاشعه الشمس يطرحوه في الدار يقبوا يتعرضوا للاطفال هذا شيء ما هم حاضرين صحيح وياسر عندنا احنا الدواء كل دواء مكتوب عليه درجه الحراره يلا يعود فيه فهم شي ما يلا قاعد في الوتا موقفه في الشمس فهم ياسم الادويه يلا تم لها في الجدار يعني في الثلاجه يمرق منها من الصيدليه وترفد انت وتمشي بشر دار في الثلاجه فهم ادويه عندها درجه حراره يقرب بعد لماكسيمم في الادويه كامله 25 هي اللي يكتبوا 25 درجه يعني قطعا يعني ما هي درجه حراره اللي في الوتا ولا هي في
مثل مبدي ولا معناها الوتم موقف يوقف وتو تم داير فيه دواء الزمن كامل هذا خاطئ. هاي من المسلكيات الياسر اللي عند الناس عن الدواء يديروا في زازوا ويلموا يعني الباقي منه والله يطرحوا عند في الباقي منه خليه في البيت يقد يشرب ويشير يقد يعملوا هاي مسلكيات عندنا. قال لك شيء ليزنتوكسيكاسيون ميديكامنت هي اخطرش في العالم كامل بعد بها اللي ما ياسر منها ما عنده علاج. فما الدوية اللي عندها انتيدوت يبطل مفعولها بالعزل وما الدوية اللي ما عندها مضادات عندها كنين عمل لا لا تحكمه تعدل له رياني ماسيون دور مثل هالقاع ما هات تعرض للأخطاء معناها ما هات وعرضوا عليه وهروا عليه الأعراء ما فات بدأ المرض بدأ المرض يتدير وحدة انعاش وتبدأ معناها أن الأدوية كاملة سموم اللي معطيها له يعملها واللي ما معطيها له الله يلمها معناها في بليدات ما يتعود متعرضة حتى الأرواق الكبار بيه اللي انت دواك انت تعود لهم اكثر من كم واحد يعود عنده كان انتبيوتيك ومضاد حيوي وعنده باراستامول لا مو في بليده هم لا كلهم حببها يوعى في الليل راسه يوجع يفرط المضاد الحيوي ما معناها ما عنده به ما ولا يفاصل كلها حبب يلا في بلاكت يطرحهم عند راسه ما يلا عدل يلا يعودوا الانتبيوتيك يعملوا في ايام واللي طلع الطبيب ونين يوفى منه يزرقوا معناها يلا يتخلص منه تخلص منه ما يتم اليوم عنده به اللي مات له صالح الى بقاو منه حبتين والله لا ما جي حد يقول لك انا قال ذاك الراس راي عندي انا شنو عندي هذا الدواء هذا الدواء دكتور هذا الدواء يعود له 6 اشهر ملموم والله 3 اشهر يقول لك انا عندي حب الراس هذه عندنا ياسر ثم تركه انت سمهم ياسر بلدويه بي اللي ما خارج يصير لا يجبر بوش من السيروم ما تروح والله حب ما تخيل عنه روايه تلك طبيعي في التركه كامله والله يعود بها دائما ينتزق عن الدوين قالوا طرح الدوانين يبقوا واحد ودور يقوموا يشربوا واكثر من كم هون تجبرهم سرتوا للنورولبتيك معناها هون الناس اللي تعمل ادويه الاعصاب ياسر مرتا وكلها رافده معاه في صك يطرحها بل منين يقعد وهي ودائما يسموا من الترك دائما تركه لانهم يجبروها يعملوا اذا طبعا كما ذكر الدكتور هي طبعا بعض المسلكيات الخاطئه. بالنسبه في الاحياء وفي الازقه دائما نشوفوا كب الماء والقاء القوامات بعض من الناس يقبض القوامات بدلا ما يتخلص من المكان بعيد يحوز يكبها في الحي اللي حداه شنهي نختار نعرفوا شنهي الاضرار الصحيه اللي مباشره تجر من وراء هذه المسلكيات كب الماء بخصوص الوعي الصحي تنقال اللي يعود اللي ما مر الشخص من راسه بالمخاطر اللي قد تنتج له هو والله للناس الاخرى من مسلكيه معينه هذا اللي يعود كل رقاش وعي ما تلقى له يخليك يكون شي صالح يالت الناس توعى على الطريقه معناها كل روايه تضر قال له ضرها عليه هو وضرها على الناس الاخرى ياك يتصل معاه بالنسبه للوسخ كبوا قدام دار الناس كامله كل حد يعرف انه اللي معدله يعرف انه معدل الروايه ما هي الصالحه ضاره به هو والعاده ما ضاره به ضاره بغيره هذا والمخاطر يعرف. الصحيه اللي تقدر تجر عن النوع كيف ريحه القذرات والذباب طبعا الذباب وجميع البكتيريا ما هو فيه بكتيريا ما هو فيه في كاملين ما هو فيه بهذا الشكل من القمامه اللي تعود فضلات الطعام والله دائما ان انت تعرض درجه حراره معينه تبدا تتخمر ويشوف فيها جميع البكتيريا بالتالي مسلكيه خاطئه 100% ما قد حد يعارضها يلا الناس كامله تحاول عنها كيما تبقي النظافه الروسها تبقيها للناس الاخرين اللي اكثريه الامراض المعديه يسوى انت محافظ الين ما تحافظ على اللي حداك يعني يعود فيه دور تنعد اللي يعود فيه هو لا يتنعد مباشره معناها انه يلا تحافظ على الناس ما تنصاب انت يقرم اللي ما ينصاب حد ثاني لعله يعديك هذا هو السلوك الصحي اللي يلا يعدلوا كل رقاك سليم بالنسبه ل فم ياسر من مع الامراض اللي تنتقل عن طريق الهواء العادي يعود شخص مريض به يجينا في الطب ونعطوا نقول له بالنسبه للسل الرئوي هذا لا يتقبل الدواء يا غير نقول له دير الثام وتم ارقد وحدك ما ترقد مع الخلق ولا ترقد في بليده مقفوله هذا كان النصائح نعطوه له اللي منهم الاماكن المغلقه هي ما يعود به اللي تنفسه والله كحت ولا كح فيها 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 جرذوم بالتالي لعل يعدي الناس الاخرى ثم واحد يعني سهل التقاطها عن طريق تنفس مباشره تنفس الان يكح الناس المحيطه به على الاقل يدور يعدي نقولوا له يحاول عنه ما يبات معناها البليده اللي بات فيها اسرته والله له ينعزل شوي ينعزل يعني. عنهم الايام الاولين من يقبض الدواء لين يعود مات اللي يعدي هذه مسلكيه ياسر من الناس ما يعرف اكثريه الموريتان تعود البيت الواحد وفيه الناس كامله
للمريض والما هو مريض، بالعكس عن المريض قاعد ما يلا يبات واحد يسوى قاعد الحاسب يشوف. حتى ايضا استخدام الالات الحاده مثلا في الحلاقه، بعض يستخدم، وحتى ان البعض يتشارك الملابس، حتى انه يشارك معاه الملابس اللي ما يلا يشارك معاه. هذا مسلكيه عندنا وياسر من الامراض اللي قلت لك تنتقل عن طريقها كرط، هذا اللي ياسر عندهم اللي هو الامراض الجلديه. طبعا الامراض الجلديه اكثريتها غير بعد اساسا اللي ينتقلون عن طريق اللباس اللي هو اللاقل اللي هو كرط عند الناس كامله، كله يعود جاي ولا من لابس تركي ما هو ولا لابس زراعه ما هو اكثريته بي اللي يعود ما هو عند حد من اهله في الدار. طبعا يسولوا يقول لي ما هو في حد كون انا، معناه انه ما هو في اهله، معناه انه هو اكيد قابو لا من مرقب يعني عارف عن حد شوي تلحقوا يقول لك انه عاري لبسه والله لبس تركي والله شار تركي ولبسه واحد بالون يعني اعطاه الواحد يلبسه. حتى ان بعض فرشات الاسنان يعني يتعاراها مع حد يجبر فرشات مطروحه مهله يسوك بيها، يقبل مسواك اقطع لي شيء من مسواكك. مسلكيه مسلكيه خاطئه عند احنا عندنا قلت لك الوعي الصحي هذا فايدته على الناس عنه يوعي بالمسلكيات اللي تعدل هي خاطئه ذيك تشرح لها بالادله، معناها ما ينقال ذاك راه ما يتواسى، ينقال ذاك ما يتواسى به اللي جر كذا وكذا وكذا. عندنا أرضاع كانت الناس كاملة لا يشير الواحد يقدر يرضع هل تعليات والله ربع كل مروعته فلان ومروعته بارك الأطباء قالوا يشير يلا تروعوا اللام اللي عاد فيها مرض لك فرض عليه لا بد له انه معناها تعود حتم انه ينصاب به هي انه ما يقدر حلو بينهم معه يا غير بعد ما يلا تروعوا امراه اخرى ما هي ما هي سليمه ما هي ما بهم عنها يقول انها حرام والله ما توسع قالوا انها عند فم ياسم من الامراض ينتقل عن طريق الحليب حليب الام وبانتشار الامراض المعديه كي ليباتيت اللي ياسر وموريتان الاحسن يصير ما تروعوا كون والدكم الاحسن عند الاطباء الين تقول الناس راك لا يقول لك ما تلاول محارم ولا تلا هي روايه علميا والشرع ما هو ضدها عنك تقول هاي يصير ترضع ولا ما هاي ما قال الشرع عنها حرام الا قال الشرع عنها جايز يرضع واحد اخر يا غير بعد لين تعود فيها الضر لا تعود واكثر ضرها اللي ليباتيت بها حالا موريتان ياسر وتنتقل ديركت عن طريق الدم اللي يعود يشيل له يروعوا هل ثلاثه ولا اربعه معناها زاد احتمال خطر اصابته بالمرض اللي جاك ننقصه يلا على الاقل نحافظ عن كل رقاه بعد نتاكد ان احنا عنه ما هو فيه نقول له ما هو والدتي يشيل قد توصيها على نظافته عنها ما تروعوا ايديها موسخين ولا روايه يقل العلاج الاخرين ما تقدر توصيها ما تقدر تقول لها عنك هذا يصير روعيه لان انت تعودي صاق لايديك ومعد لك ولا تروع امراه اخرى اقول لها تصق لايديها هذا ما تقدر تشرط عليها تقدر تشرط الا عليها هي اللي وبالتالي من الاحسن ان يصير دائما يتم راعي الام وحد ما يروعوا العلاج الاخرين مسلكيه خاطئه هي عند الناس كامله انا ما توس لمديق للتركه مازال صغيري مسلكيه عند القوان ما تخسرش يا غير خاطئ يلا ينقال معنا خاسره بي اللي الامراض اللي اكثريتها فيها مرضين مرض ينطلق عن طريق اللعاب ومرض خطير مولي معناها كي ليباتيت والسيدا هذا ينتقلوا بالافرازات معناها انه بدلا من تم داخل روايه انت تدور له فيها الفائده قد فم احتمال عنك تعود لها تسبب له مشاكل صحيه اكبر منها تعود الفائده ما تهتز اللي تعدل معناها هاي مسلكيه تحول هذا من 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 روايه صالحه شو روايه خاسره قلت هي مسلكيه عاديه عند الناس يا قال يلا ينقال لهم عنها خاسره به اللي ثبت الطب والله العلم عنها فيها الضر ثم احتمال ضر عليه علي على الشخص بالتالي يلا المجتمع يفصل معه مسلكيات الخاطئه ياسر عندنا واكثريتها لا قلت الوعي هو الوعي اساسا يلا عود عن طريق وسائل الاعلام والناس ما يقراها كامله. جميل دكتور لينا رجعوا لك طبعا ومع الوعي الصحي دائما بعد ان نتوقف مع توقعات احوال الطقس اليوم غدا ان شاء الله ونعود. إذا مشاهدينا الكرام نعود لكم من جديد بعد استعراض لحالة الطقس اليوم غد نرجع للدكتور معنا فقرة صحة دكتور عينينا ولد جد مرحبا بك دكتور تحدثنا عن كنا نتحدث عن السلوك الصحي وأنواعه المعاينة الطبية بأسلوبها الصحيح بعض شفنا بعض ياس من الناس يجي للطب مثلا يقال ما يعرف شنو هو السلوك الانذل يعطوا يتبعوا من ياك ما ياك ما ياك يداوى بطريقه صالحه وياك اللي ما هي ما يتعرض للامراض ايضا في المستشفى. هذه صحيحه وفاصلين فيها ملي الناس ياسر منهم والله اكثريتهم عن فهم طريقه رجاج لا يقيس الطب رجاج لا يقيس الطب يعرف انه قايس بليد فيها امراض اخرين معناها انه منين يعود مرضه هو لاحق على الطب ذاك هو بل منين عادي الله يقيسه معناها انه بالنسبه للمستوصف مثلا
احنا بارك في سيزيوم مستوى صف عادي، حد مرضه عادي يلا يجينا احنا يعاينوا الطبيب، ولين يعود يحتاج عنه يقيس مستشفى اخر درجه ثانيه نعطوه تاقط، معناها نعطوه رفع ولا نعطوه رفع والله احاله شهر احاله شهر معاهنه هذه لا تسهل له معاينه في بلاد اللي قاس. يعني هو تقرير مكتوب فيها حالته هو حالته طبيب اللي الله يقيس، معناها التخصص توجيه يعني توجيهه والله القسم اللي الله يعاينه فيه طبيب. الين الصعود كله لا يمشي من داره قايس ذاك اللي ظاهر له، تعود هذا هو السلوك اللي عندنا احنا اصلا عندنا اللي كله يقبل هو قراره في راسه عنه يلا يداوى في البلد الفلاني ويقيس. هذه فيه هو طبعا هو طبعا عود موجه كيت هو مثلا قابضه رقبته توجون قالوا قيس تلفن عليه قريب يقول له ما لك تجبر مع الطبيب الفلاني ولا يداوى صايف الرقبه يعني عود فيه توجيه مسبق اللي هو من طرف في شيء صالح بالنسبه لهذا صالح الله في حالتي. بالنسبه للحوامل اي شيء تعرضت له وجيع راس وجيع بطن اي الام في البطن اي شيء تعرضت له قد قيسها يطب احذاها يا غير بعدين تعود مولد قد تقيس اخصائي نساء والتوليد يشبه فيه هذا طبيعي عند الناس كامله عنها الزرجانس عنها تقيس الطب يا غير نين تعود قد تقيس اخصائي نساء تقيس هذا بولد. نفس الشيء بالنسبه للترك التركه يعني يوجع يصير يقد مباشره يقوم قايس للبيدياتر طبيب اطفال طبيب اطفال اخصائي اطفال وقد يقيس الطبيب عام معناها الطب سابقه وراه يوجه شرطة طيب معناها قال بعد لا قاس اخصائي هي الاولى هذا طريق صالح يقال انه شخص عادي ما هو يشير ولا هم رحام وجعه راسه يمشي يقيس الحالات المستعجله في الطب الكبير هذه الروايه خاسر ليش؟ يعني. الى طب الكبير الحالات المستعجله في الطب جايين الحالات المستعجله تقريبا في نواشط كامل عاد ما هم ريتان كامل بنواعها يا الله يجيه الا حاله ممشيه له حال ترقاه مستعجله ومشيات له ما يلا عود حاله مستعجله للناس اللي يكون سلتان العادي دوك يلا عود وقيسوا المستوصفات اللي حداه والله الطب المقاطعه اللي حداه أنا كل بلاده فيها نقطه صحيه والله فيها مركز صحي فيها طبيب والله فيه حتى ممرض دول يلا يسبق فيه لياك اش فهم روايتي واحده عنه ينقص الشرج على الناس اللي يصير الطلاب الكبار ياك ما يضايقهم ما فيها عود ما فيها نوع من النوع من الاكتظاظ باللي الاكتظاظ عندهم مشاكل اثار اثار على المرضى ما هو ما على الطب غير على المرضى اكثر باللي طبيب واحد يعود لا يجي 20 رقاج حالته مستعجله كامله ما هو كي طبيب واحد لا يعرف انه جايته ولا حاله مستعجله لابد يعني يركز عليها حتى لا يعود عنده وقته هذه مسلقه ثانيا اي حد حس بروايه يلا يجي يقيس الطب عندنا احنا عندنا الطب وعندنا الطب التقليدي دائما وعندنا الحجابه تبارك الله دائما الناس الطب هو الدرجه التاليه معناها هنا ما يزيل الطب كراهية يعني في نوع من الكراهيه للطب والله خوف إيه. من الطب يقول لك انا ما نبقي نقيس الطب هو يلا عود هو يلا عود العكس بيلي العالم بعد الاخر اللي اطور من احنا عندهم المقلوب الطب البديل هذا يقولوا له والله الطب تراديشنال اللي هو الطب تقليدي خليجي هو الثاني عاقب الطب معناها هنا يفوت الطب ما يزيلش حد يقيس طب تقليدي اما الحجاب ما عندهم الحجاب احنا اصلا عندنا يبدوا في ذول روايات اللي تقدر توخر مرض يلا ويلا يجير الطب اني نعود عنده عضوي مفاصل ادواه معروف هنا طال لا يعني اسرع شوي تنحل مشكلته به اللي معروف ماله بالنسبه له مثلا يشتري عنده مصران الزايد الى يقيس به التقليدي وتقيس به الحجاب ويعطي نهارين والله لا مصران الزايد يقدر يطرطق به ويقدر يسبب له وفاه يعني والله تجيبه للطب في حاله كومبليكاسيون عنده بيريتونيت عمليته عاد تصعيبه عاد في خطر على انه يموت الور كانين تجي الطب هو الاول ما عنده كاع مشكله الا لا ياكدوا باللي عنده فحوص يعدلوا اللي نعرف مرض الطب حد جاه ولا نعرف مرضه والله دواه ولا زال شيء هي اللي يلا يمشي لود الروايه بديله عنه باللي الطب هو اللي ملموس اللي عدل ملموس ملموس انت ما دام متدقدق ما يقيس الحجاب يحجب تحد طاح ودقدق جناحه ما يقيس الحجاب لا هي بعد يقيسه لا هي بعد يقيس الطب هي الاولى باللي يعرف الدقدقه يداوي الا الطب حد توجعه كرش يقد يسبق الطبيب التقليدي يعدل له شربات ولا يعدل له روايه ويقد يقيس الحجاب والطب هو التالي يلا يصير الطب يخرشوا كرش ولين يعود ما فيه شيء دور يقولوا له قيس الحجاب والله يقيس الطبيب التقليدي المهم يتاكدوا له انه ما في شيء ضار به معناه ان الطب دائما يلا عود هو الاولويه الاول والاول الخطوه بعض البعض ياخر يقول لك احلى لان الطب ماني قايس يعني تتقدم فيه الحاله اكثر دائما يجي الطب الا عن ريتار هذه مسلك هي خاطئه ثانيا الطب لين يجي الطبيب وطاك دواء ما زالك شيء ما يلا مباشره تقوم قايس واحد اخر من المسلكيات الصحيه عنك ترجع للطبيب اللي طاق الدواء
بين اللي تقيس واحد اخر قد يعطيك نفس الدواء وقد حتى يبدلوا لك شرط اخر ما عاد لك بين اللي جيت ولا مرته لو لوزه يلا نين يعطيك الطبيب الدواء ولا الزشي ترجع له هو دار يعطيك مهله عنه يلا الدواء يبدا مفعول والزشي ما الزشي ترجع له ما احنا عندنا العاده الجاريه قست ذاك الطب والله قست هيك العياده والله قست ذاك الطبيب وطاني دواء ولا زالش نقيس واحد اخر هذا لا يسبب لك انك تعمل يوسن ولا ادويه وتقيس عده اطباء وتم لا ما قد تم لا ما ادويت لين ترجع له صح هو اللي اصلا اعطاك دواء فرض عليه يلود لك الروايه لا يداويك به معناه انه عاد مجهود مضاعف مضاعف ياك يداويك ما هو كيف لو اخر واحد جيت المره الاولى لا يقول لك الا مزاري جدا اعطى لك دواء اخر يزيلك هاي مسلكيه خاطئه عندي وبالنسبه لشفنا البعض دائما يصطحب معه الاطفال شور ماشي وعد حد لا يسلم عليه في الطب يمشي معه بالتريكه صغيرين للطب يدخل تركه ما يجبر الطب الناس كامله تعرف احنا تركه ما الله يجبر الطب اللي مناعتهم ما هي قويه وياس من الامراض ما يقد حد ما يعرضهم له ما يعني من حد جاب تركته للطب يعني معرضهم للخطر مباشره معرضهم للخطر به اللي طب فيه الامراض كامله ما هم طب قال له فيه لا المرض الفلاني فهم الامراض كامله حتى العاد مخصص لانه المرضى الفلاني يقف فيهم واحدين عندهم امراض اخرى ما هو المحكوم عليه يعني. معناه انه تركه ما يلا نجاب الطب كون منهم مريض يشير مريض نجاب الطب انك تجيب شاشره معهم مالهم سبه واحده تجيب الطب زياره ادري فيهم عنهم يقبوا جراثيم الطب ما يكفي جراثيم الهواء العادي في الكارتيه ولا تنطلق عن طريق اللمس عن طريق احتكاك بالمرضى الطب اللي ما هو وحده كافي عنه يعديه ما تواسع عندنا من المسلكيات الاخرى كنت لا نقول لك في اخبار العلاج عن حد اعطاه طبيب دواء مده معينه كيف بالنسبه للتنسيق وللسكر والامراض المزمنه يلا ما يقطعوا إذا لا يقطعوا يرجع للطبيب ويقول هل ويقول له انا ضد ولا يتبدلوا لي والله لا انا قطعه والله فهم لي طريقه نعدل المهم عنه ما يعدله هو من راسه من تلقاء نفسه يعني ما يعود ما هو اللي قد ما تاثر في نهارات واثنين وثلاثه وشهر وشهرين يقعد قلت له ملي هي سبته بالاكثريه التنسيون يقطع ادواه يجي معدل جلطه الجلطه اكثريتها ما يرجع الا اللي عدلها في السي معناها شلل نصفي واللي عدل الموت نزيف في الراس معناه انه ما يلا يقطع هو الدواء من راسه لين يقبل الدواء يتم يعمله ويجي الطبيب ولا خالق رقاش يعمل الدواء حبه واحده في الليل ما هي خير فيه من ياسر من الامراض الاخرى والحكيم والتعنتير والفتر اهله معه خير فيه تم واكثريه الناس عندهم يقول لك هذا الدواء لا هي يقرا فيه هو الدواء قاري فيه كان يعود مرض قاري فيه احنا وراك له كيلو الشراب قاريين فينا ما عندنا فيه رقاش يوكل مرتين ويوكل ثلاث مرات النهار وصلي خمس مرات يا غير ما هو مستعد عن عود يسرط حبه كل نهار كل نهار يقول لك كل نهار نسرط حبه انت كل نهار تشرب التاء جميل جميل جدا يا دكتور عينينا والجد شكرا جزيلا لك على هذه النصائح وعلى طبعا التوعيه الصحيه السلوك الصحي وانواعه تحدثنا عنه في فقره صحه مشاهدينا الكرام بهذا القدر ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه من برنامج يوم جديد قدمناها لكم عبر قناه الموريتانيه الى ان نلقاكم في موعد جديد دمتم في امان الله والى اللقاء.